حدث التين في سلسلة إحداث حصول الانتصاب هو إرسال الدماغ إشارات عصبية للعضو الذكري لكي تتهيأ فرص حصول انتصابه، وهو ما يتطلب أولا سلامة خطوط التواصل بين الدماغ والأعضاء التناسلية لدى الرجل، وتعمل هذه الإشارات على حصول ارتخاء في العضلات الملساء للشرايين التي تزود القضيب بالدم. واسترخاء هذه العضلات الملساء ضروري لحصول زيادة في تدفق الدم، مما يؤدي إلى احتقان القضيب بالدم وانتصابه. في الوقت نفسه بتعمل تلك الإشارات العصبية على تنشيط عملية احتباس الدم في القضيب، أي منع حصول تفريغ وتسريب لكمية الدم التي صنعت وضع الانتصاب في العضو الذكري. ولذا هناك عمل من قبل الشرايين وعمل آخر من قبل الأوردة وكليهما ضروري لإتمام حصول واستمرار حالة الانتصاب لحين الفراغ من أداء العملية الجنسية. الخطوة الثالثة بيبدأ حصولها بعد إتمام عملية القصفة، وهي عودة التغيرات الدورة الدموية داخل القضيب إلى حالة ما قبل الانتصاب، وهذا يتطلب عودة تدفق الدم إليه بشكل طبيعي وفتح الأوردة لتصريف الدم والعودة إلى الدورة الدموية الطبيعية في العضو الذكري. من الطبيعي إن الحالة دي ما بتبقاش مستمرة على طول، بيحصل رجوع للوضع الطبيعي. مع السلامة.